وبعد ايه عم ايه عم ايه عم في ايه عمال بتحدف عليا ورق ليه في ايه؟ لا مؤاخذه يا استاذ ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ايه؟ اول مره ما خدتش بالك، تاني مره كمان ما خدتش بالك يعني؟ يا سيدي انا اسف. هعمل ايه باسف بتاعت حضرتك؟ ايه اتفضل. بص حضرتك مزبل الدنيا ازاي، وبعدين مكان زي كده محترم ما ينفعش نرمي على الارض كده يعني. يا سيدي حقك عليا. اعمل ايه بحقك عليا؟ طب اعمل لك ايه؟ حصل خير يا بهوات. ايه ده مش ممكن، الاستاذ عادل مراكبي شخصيا؟ مراكبي وكمان مراكب اكيد حضرتك بقى راكب المركب بتاعك صف تاني. مش مراكبي، مش بيشتغل مراكبي، ده اسمه كده. ده الاستاذ عادل مراكبي اشهر شاعر في البلد بيكتب اغاني. عايز حاجه يا استاذ؟ شكرا مع السلام. اغاني وشاعر حضرتك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يتزبل المكان مش اشكال. تسمح لي اقعد؟ اتفضل. حضرتك انا شاعر برضو، انا الاستاذ عادل سعيد الشاعر. حضرتك يعني شاعر جامد جدا وبقعد هنا على طول يعني. شاعر بيه؟ انا ما سمعتش عنك قبل كده. لا حضرتك انا اصلي يعني عارف زي ما تقول كده، انا متواضع يعني، ما بحبش الشهره والدوشه، وانت عارف طبعا الناس المشهورين اللي زينا تلاقي على طول الفضائيات هجم عليهم هم والصحفيين وكده، انت عارف طبعا. هتقول لي ما هو ده اللي بوظ لي اعصابي وخلاني اقفش مع شركه الانتاج. تقفش؟ الله على الجمله، الله على الجمله. حضرتك ليه حارمنا من الكلمات الجميله اللي زي تقفش دي؟ انا بس لو لاقي حل مع شركات الانتاج مشكلتي ان انا قلت لهم ان انا مش هتعامل معاهم بعد كده. حضرتك طب محلوله يعني، لو المشكله مع شركات الانتاج ايه رايك تشوف اي حد تاني يتعامل معاهم غيرك؟ والله فكره، ازاي ما خطرتش على بالي. بس فين الاقي الشخص اللي ممكن اتامله على اسراري وممكن يوافق على الظهور بدالي؟ حضرتك يعني انا واضح ان عندك مشكله، انا ممكن اساعدك. تعرف حد يقوم بالمهمه دي؟ حضرتك انا اقوم بيها. هايل، شخص ذكي وعنده خلفيه شعريه تسمح له انه يتكلم مع اي حد في تفاصيل الشغل. يبقى نتفق دلوقتي. حضرتك انا مش هقدر اتفق الا في وجود المحامي بتاعي. يا ابني ركز بقى، ركز بقى، الشاعر زمانه جاي وانت ما حفظتش الكلمتين. ركز ركز. دول ما صعبه قوي عليا دول، وبعدين يعني ايه اركز اصلا؟ هما كلمتين سهلين، انت دلوقتي عاملينك محامي ماشي؟ هو اول ما يقول العرض بتاعه انت هتقول ايه؟ ما ينفعش طبعا، دي سرقه. ماشي كمحامي يعني. امال يعني ايه؟ ماشي ما ينفعش طبعا، دي سرقه. لا كده كحرامي مش كمحامي. لا محامي لازم تقول بثقه، ما ينفعش طبعا دي سرقه. ما ينفعش طبعا، دي سرقه. ايوه. ايه بقى السرقه بقى؟ بص لخامس مرة بقول لك، هو الراجل هيجي يعمل عرض، هيعرض العرض بتاعه وهيقول مثلا هديك كذا فبتاع، فانت أول ما يقول العرض بتاعه تقول ما ينفعش طبعا دي سرقة. سهلة؟ ما ينفعش طبعا دي سرقة، سهلة أوي، ده المحامي ده سهل أوي. أه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذ مراكبي، اتفضل اتفضل حضرتك. أقدم لك المحامي بتاعي. فين المحامي ده دول؟ انت اصل هو دايما عارف حضرتك يعني، برغم انه محامي بس بيحب الهزار يعني. انا فعلا بحب الهزار كمحامي يعني. اهو شوف. مش عايزين نضيع وقت، خلونا في موضوعنا. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايه اللي سرقه؟ حضرتك زي ما بقول لك يعني، هو بيحب الهزار. يا جدع اما يقول العرض بتاعه. انا عرض مش ما اخبيش عليك يا استاذ عادل، انا باخد من شركه الانتاج بتاعتي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه في السنه حضرتك؟ لا في القصيده الواحده. وهيكون نصيبك يا استاذ عادل 5% منهم. 5% يعني كام دي يا دولا؟ 5% يعني ال 10% يعني 2000 جنيه، 5% يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ موافقين طبعا موافقين. لا معلش حضرتك، لا مش موافقين ولا حاجه يعني. امال عايز كام يا استاذ عادل؟ يا حضرتك يعني ما تنساش ان انا صاحب الفكره يعني. عايز كام يعني؟ يعني مش اقل من 50%. لا يا دولا لا، ده كتير قوي يا دولا. ده بيتك انت معايا ولا معايا يا دولا؟ معاك يا دولا طبعا. انا هدفع لك 10% يا استاذ عادل. 40. 15. 35. 25. موافق. لا دي سرقه. هذه القصيده يا استاذ عادل، انا وصيت واحد حدد لك ميعاد مع المنتج بعد بكره، يناسبك ولا لا؟ بعد بكره؟ لا لازم اراجع مواعيدي. موافق. وذلك الليل الذي يطل برأسه مشرئبا. مشرئبا؟ يعني ايه مشرئبا؟ مش عارف يا ماما، تلاقيها غلطة مطبعية مثلا. عادل على فكرة الكلمة دي في حاجة ماسة للتغيير. لا 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 أنا مش معاكي خالص يا رانيا، وبعدين عادل من فضلك ما تحاولش إنك تغير في الكلمات. يا حمادي بس يعني لو التغيير في حاجة بسيطة زي الكلمة دي يعني ده مش هيضر متهيألي يعني. طب هنحط بدلها إيه عادل دي؟ يعني نحط أي كلمة تانية على الوزن بتاعها. طب هي تيجي كام كيلو؟
كم كيلو؟ يا ماما أعلم فيك الإمتى، الشعر مش بالكيلو، الشعر بالمتر. عادل، لقيتها، مكفهرا نفس وزن مشرقبا. مش عارف، لا، صعبة قوي يا رانيا، مكفهرا دي قصيدة حب، هيقول مكفهرا في قصيدة حب، لا. بابا، هي مش مشرقبا دي، يعني نازل يشرب. أهو كده ليها معنى. تصدقي بجد بقى عندك حق. نازل يشرب؟ والله مش بعيد، استني كده. وذاك الليل الذي يطل برأسه نازل يشرب. الله 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 الله، برافو عليك يا ياسمين، يسلم فمك. طب تفتكر الشاعر بتاعك ده هيوافق على التغيير؟ طبعا هيوافق يا ماما، اللي بعمله ده بعمله لمصلحته اصلا، واحنا اصلا كعينة صغيرة من المستمعين تقبلنا التغيير وبصدر رحب. انا بقى اعتقد يا عادل ان الشاعر ده مش هيتعامل معاك خالص. لا معلش يا حماتي بقى، ما يقدرش. اصل عادل ابني ماسكه من ايده اللي بتوجعه. لا يا ماما انا مش شرير للدرجه دي يعني، لكن لو ما سمعش كلامي همسكه من ايده اللي بتوجعه. ايوه يا بيبي، بس برضو الراجل ليه اسمه. لو كان خايف على اسمه ما كانش يعني يتخانق مع شركه الانتاج اللي بتنتج له. انت معاك حق يا عادل. عادل ابني دماغه توزن بلد. ما انا مش فاهمه يا بابا، يعني حضرتك هتعمل ايه؟ يا عيني انت صغيره مش فاهمه. تعالي يا ياسمين تعالي، انت طبعا الكلام ده اكبر من مستواكي، انا احاول ابسطهولي. بصي يا حبيبتي، انا بالنسبه للشعر ده هخرجه من القوقعه اللي هو متقوقع بداخلها. ها فهمتوا؟ نمتوا. اللي بتقوله ده كلام فارغ يا ريس مراكبي، انا بلفت نظرك لاخطائك الشنيعه. انت تعرف ايه عن الشعر اصلا؟ اعرف يعني؟ يا نهار اسود، انا اعرف ايه عن الشعر يا استاذ؟ عارف حضرتك لونا بس ان انا اتشغلت باكل العيش، كان زمان دلوقتي كتفي موازي لكتفك، ويمكن كمان اطول من كتفك، لان انا طولي 182 سنتي ونص. ماشي يا عم الفنان، وانا بقول لك متشكر قوي، مش عايز حد يغير في شعري. هي عافيه شعر ايه اللي انت متمسك بيه؟ انا مش فاهم يعني، انت ساب اللغه العربيه كلها وماسك في مشرقبا دي. انا حر يا اخي، انت هتعلمني؟ فوق لنفسك. لا بقى، انت اللي تفوق لنفسك، لا اما الكلمه دي تتغير، لا اما هقعد مع المنتج بتاعك احكي له على كل حاجه. اعتبر ده تهديد؟ ايوه اعتبره تهديد. انا بهددك؟ انا بلطجي يا سيدي، انا بلطجي. هدد في اللي يخصك، انت مجرد وسيط، سمسار بيني وبين الناس اللي انا مختلف معاهم. سمسار؟ انا سمسار؟ انا الحق عليا ان انا كنت عايز ارتقي بمستواك الادبي. اللي بتعمله ده ملوش علاقه بالادب. قصدك ايه؟ قصدك ان انا قليل ادب؟ حلوه قوي كده، العلاقه اللي بيني وبينك يا استاذ انتهت، وابقى اشوف حد غيري يشتغل لك سمسار. استنى يا استاذ عادل، هدي نفسك عشان نعرف نتكلم. يا استاذ عادل نبيتك. يا بابا خلاص بقى. خلاص بقى يا عادل المسامح كريم، اصفح عنه يا بيبي. يا جماعه انتوا مش عارفين هو عمل فيا ايه، اصلكوا يعني ده ايه؟ بهدلني. معلش بقى يا عادل، مهما كان عمل من عملات لازم تسامحه عشان هو في بيتك. ماشي خلاص المسامح كريم. طب ومش رايبان يا بابا؟ بصوا يا جماعه، انا دايما بشبه القصيده اللي بكتبها بالطفل اللي بيتولد. على كده حضرتك بتكتب القصيده في مستشفى بقى؟ بكتبها في اي مكان، المهم تتولد. وبعد الظروف الاخرانيه دي الولاده ما بقتش طبيعيه. انت معاك حق، دلوقتي السيزيريان انتشر في كل حته، عشان كده طلبت خدمات الاستاذ عادل. ده حضرتك يعني على اعتبار ان انا دكتور نسا يعني؟ اخطر، دورك اخطر، لانك بتشهد اللحظه التاريخيه لميلاد الطفل اللي بيطلع فيها للنور. طب افرض النور قطع حضرتك؟ برضه بيطلع للنور. قلت ايه؟ طب والتعديلات اللي انا عايز اعدلها؟ تعمل اللي تعمله. روح افتح الباب يا ياسمين. دول حبيبي. ياسمين يا حبيبتي، خدي جبت لك لبانه. خدي يا جماعه، النهارده السوق زحمه موت، فجيت بقى اشتري زيت لقيته غالي، جيت اشتري رز لقيته غالي، والمكرونه غاليه، فقلت بقى اجيب لكم بطاطس وبصل، وما رضيتش اخليه يوزن طماطم خالص. ليه بقى يا رمزي يا فالح؟ اصل انا سمعت انهم بيقول عليها مجنونه. مش ده المحامي يا استاذ عادل؟ محامي؟ محامي ايه؟ المحامي اللي حضر اتفاقنا، المدام بتقول له يا رمزي يا فالح. ده اساسا يعني هو ساب المحاماه بعد البنزين والسولر ما غليوا، عشان كل حاجه غليت طبعا حضرتك، وشغال دلوقتي ديليفري، حاجه تزود دخله يعني. انا اتفكرت عشان اقعد جنبكم واسمعك هتقول ايه للمنتج. معقوله يعني يا استاذ مراكبي لغايه دلوقتي مش واثق فيا وفي كلامي يعني؟ الاحتياط واجب، استعد اهو جاي اهو. طب استخبى استخبى،
اهلا وسهلا بيك الاستاذ عادل سعيد. ايوه يا فندم استاذ سعدان اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي. كل اللي كلموني عنك شكرولي في شعرك وفنك. ربنا يخليك. والله دي يعني عارف حضرتك شويه اجتهادات كده اهو، لاني انا موهوب وهم قعدوا يزنوا عليا عشان انشر الحاجات بتاعتي. يعني افهم من كده انك مش محترف؟ لا حاسب. ايه ده، ايه مش محترف؟ لا طبعا محترف، ومحترف جامد جدا. بص حضرتك اتفضل، انا هوريك بس حاجه كده يعني بالصدفه معايا، يعني مش قاصد ان انا اجيبها لك ولا حاجه. اتفضل. يطل براسه نازل يشرب، يهم بجسده طالع يطرب. يا سلام، وبتكتب شعر فصحى كمان؟ ده ايه ده، ايه الجمال ده؟ زمن الجميل هو دوت، مفيش حد بيكتب بالطريقه الجميله دي دلوقتي. وحضرتك حتى لو لقيت حد بيكتب بالطريقه دي هتلاقيهم كلهم تلامذتي يعني. ايوه بس انا ملاحظ ان اسلوبك قريب من اسلوب واحد انا عارفه. لا ده اكيد يعني تشابه قصايد يخلق من القصايد 40. ما علينا، هتاخد كام بقى في القصيده دي؟ لا شوف حضرتك بقى هتدفع لي كام. والله عشان انا هغامر معاك لانك لسه مبتدئ، انا هديك في القصيده دي 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا حضرتك انا ما عنديش قصائد للبيع واتكل على الله. الله الله، بس اهدى يا استاذ، اهدى. هات القصيده، اصله بصراحه فيها ثغره كبيره قوي. بص شايف حضرتك بتقول يطل براسه نازل يشربه، نازل يشربه. عارف حضرتك دي كانت الاول كنت كاتبها يعني مش رائبا، بس قلت يعني عشان امشي مع العصر خليها تبقى سهله على الناس، نازل يشرب عادي يعني. شوف لو اني انا ما فهمش في الشعر كويس، لكن ملاحظ ان يشرب افضل من نازل يشربه. المهم انت ادرى بالحكايه دي. فعلا على راي حضرتك، ادي العيش لخبازه يعني. ولو ياكل نصه. وانا يا سيدي مش هاكل عليك حاجه، وحديك في القصيده دي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ده حاجه كويسه، بس ده مبدئيا، بعد كده بقى القصايد يعني تغلى بقى كل مره يعني. ادي يا سيدي شيك ب 20,000 جنيه. اهم حاجه يكون ليه رصيد حضرتك. اهلا، ازيك يا مراكبي؟ استاذ مراكبي، مراكبي حاف كده؟ يا عم مش وقت القاب دلوقتي، اسمعني وركز. هو انت طلباتك ما بتخلصش يا اخي؟ المهم يعني المنتج بتاعك يا استاذ، المنتج بتاعك بيقول لي في واحد ملحن ولا مطرب عايز تعديلات على اللي انت كاتبه. وايه المشكله يعني؟ المشكله حضرتك ان التعديلات دي لو انا بعملها على كلام واشعار انا كاتبها مفيش مشكله، لكن الكلام الملعبك اللي انت كاتبه ده هعدله ازاي؟ ملعبك؟ وايه هي بقى التعديلات دي؟ انا عارف، بيقول هيجيب معاه الملحن عندي في البيت عشان يشوف التعديلات اللي هو عايزها وعدلها له، يعني كلام ملعبك. مفيش حل غير ان اكون حاضر معاكم. ايوه طبعا لازم تبقى حاضر، انت الوحيد اللي تعرف تعدل. وده طبعا مستحيل لان مش المفروض اظهر في الصوره. يعني المفروض تيجي ومفروض ما تجيش. طب اعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ بس انا هتصرف. الاول احب اعرفكم ببعض، الاستاذ عادل سعيد الشاعر الكبير، الأستاذ إسلام خليل أول عازف أورج في البلد كلها، أما سمع وقرى الكلام بتاعك الحلو ده حب يتعرف عليك بنفسه. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك، وقلت فرصة بالمرة، عايزين نغير كام كلمة كده في القصيدة، عايزين نتظبطوا يا ريت يعني. لا عناية ليك. إيه ده، ما عرفتناش بالأستاذ. الأستاذ رمزي المحامي واللبيس بتاعي. إيه لبيس؟ أنا عارف إن شغلانة الشعر بتاعتكوا دي ما فيهاش لبيس. لا ده كان زمان يا أستاذ، دلوقتي الشعراء بيحتاجوا حاجات كتير ما كانتش موجودة. جميل جميل، خلاص نخلينا بقى في القصيدة. بالنسبة للبيت اللي بيقول رأيت الشوق طريقي، تقيلة شوية في اللحن. رأيت الشوق طريقي. نخليها رأيت الحلم حقيقي، سمعتني يا رمزي؟ سامعك. نخليها رأيت السلم الموسيقي. حلو حلو، السلم الموسيقي جميل. ايوه السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي
يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي. شوف سهلة ايه والله حاجة جميلة يا أستاذ إسلام. طب في ليك ملحوظات تانية؟ هو في أربع بيوت تعبني، احنا نمسكهم بيت بيت. ماشي. في هنا بيت بيقول تقف أمام الريح تحارب الطواحين، يعني قلقني ده. تحارب الطواحين؟ نخليها تكسر القوانين. إن شاء الله نخليها تغسل المواعين. إيه؟ إيه تغسل المواعين دي؟ ده حتى مكلفة، صابون غسيل وليه في شغلانة. لا تغسل مواعين إيه؟ مش معقولة يكون في شعر في تغسل أملي؟ قالت قبل كده. متقالت. تعال أنت عض هنا. أفهم بقى غيرتوا أماكنكم ليه؟ الوحي بيجي من المكان ده، ما بيجيش هنا قوي يعني حضرتك. نفكر. حضرتك بتقول اللي هي تكسر التوحين. أنا قلت نخليها تكسر القوانين. تكسر القوانين. نخليها حضرتك نفخ البلالين. نفخ البلالين. حلو نفخ البلالين. حلوة. حلو. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. نفخ البلالين. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله. نفخ البلالين. ازيك يا مراكب؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه، احنا الاتفاق اللي بيننا لازم يتغير، لان انا كنت فاكر الحكايه سلم واستلم، يعني طلع بقى ان انا لازم اقابل مطربين ولازم اغير الكلمه دي واحط الكلمه دي، يعني مش معقوله، مش الدرجه دي. انت ايه ما بتردش عليا ليه؟ عايزني ارد اقول ايه؟ قول لي يعني هعمل ايه؟ احنا الاتفاق بجد بقى صعب دلوقتي، انا تعبت جدا، تعبت يعني. ماشي يا عم، ربنا معاك. بص هو وضع طبيعي بالنسبه للناس اللي زيي يعني. الناس اللي زيك؟ ايوه، ايه للناس اللي زيي وبتقولها بسخريه كده؟ طبعا الناس اللي زيي كشاعر يعني وضع طبيعي ان انا اقابل ملحنين واقابل مطربين واقعد اظبط كلمات وكده، بس مش الدرجه دي، تعبت. عايز تفهمني انك شاعر وبتعرف تألف وتصلح كمان؟ انت ما سمعتش على اسمي ولا ايه؟ انا اسمي مالي السوق، مغرق السوق. يا راجل ده احنا دافنين مساوي. يا مراكبي لهجتك مالها النهارده متغيره كده؟ لا مفيش، انا بس كنت بفكر اغير الاتفاق اللي بيننا. تغير الاتفاق؟ طب بص يعني انا النهارده بجد كنت ناوي يعني ان انا ازود العموله بتاعتي، بدل ما هتبقى 25 هتبقى زياده، انا اخليها زي ما هي يا سيدي. ما تردش ليه؟ طيب بص هخلي بدل 25% اخليها 20%، ايه رايك؟ ما بتردش برضه. طيب يعني انا مش عارف اعمل لك ايه، ال 20% دي يعني اكتر حاجه اقدر انزل بيها، انت عايزني انزل عن كده ولا ايه؟ بص حضرتك مراعاة لظروفك يعني يا سيدي، ولو انت متضايق من ان انا كل شويه كنت بغير في الكلام بتاعك واقعد اشيل حاجات زي مش رائبا واغيرها، عشان ايه؟ هي بس عشان هي حاجات ركيكه ملهاش اي معنى، يعني بحاول اصلح لك قصايدك، لكن ما دام مش عايز هسيب لك قصايدك زي ما هي يا سيدي. بقول لك ايه، انت تنسى موضوع التعامل معايا خالص. طب حضرتك مراعاة لظروفك يعني انا العمولة بتاعتي اللي هاخدها 10%، ايه رأيك؟ ولا ايه؟ طب بص فاكرة ما قلتلي في البازار لما جيتلي يعني لغاية عندي وقلتلي ايه رأيك في 5% وانا كنت رافض؟ بص المفاجأة اللي جاية، هاخد 5%. انت ايه ما بتردش ليه؟ ده كفاية قوي يا استاذ مراكبي ان حضرتك يعني بحط اسمي على الكلام بتاعك الركيك ده. قصدك كلامي اللي عمل لك اسم في السوق، وبعدين لو الموضوع مضايقك قوي كده بلاش منه خالص. لا بلاش منه ايه يا راجل، انت دايما بتحب الهزار كده يا استاذ مراكبي، يا شاعر يا فنان يا كبير، هات الاغنيه هات الاغنيه عشان اصلح اخطائها الاملائيه. هات. مفيش اغنيه. ايه انت اعتزلت ولا ايه؟ لا شفت واحد غيرك تعامل معاه مريح وبياخد 100 جنيه بس على الحته. ده مين الاهبل اللي وافق على اتفاق زي ده؟ اسمع بقى دي كمان يا استاذ. قول يا سيدي سمعني. حبك يا حبيبي بوظ لي معدتي ونغص عليا دنيتي وخلاني امشي وانا بقول يا دهوتي يا دهوتي، ايه راي حضرتك؟ مش بطال كبدايه يعني، هنفع يا استاذ؟ يجي منك.
ايه ده ايه اللي ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ دول حبيبي الاستاذ كتر الف خيره وقال له انه هيكتشفني. يكتشفك؟ اه الاستاذ اللي بيوعد وما يوفيش مش كده؟ لا يا دولا ده طيب قوي، اداني امبارح 100 جنيه وخلاني اكتب اسمي على الكلام بتاعه. 100 جنيه وخلاك تكتب اسمك؟ اه يعني هو ده الوسيط رمزي اللي ما يعرفش الالف من كوز الذره؟ لو سمحت يا استاذ عادل، انا الاستاذ رمزي وبعدين انا شاعر كبير. استاذ رمزي وشاعر؟ شاعر ب 100 جنيه؟ لا بمجهودي. مجهود ماشي، انا حسابي معاك بعدين لما اخلص حسابي وحسابي الادبي مع الاستاذ مراكبي. السلام عليكم استاذ مراكبي، انا سالت عليك في القهوه اللي هنا قالوا لي انك بتقعد في البازار اللي هنا. الله، ايه ده الاستاذ عادل ده الشعراء كلهم هنا. ايوه احنا كلنا هنا. استاذ مراكبي انا جاي اعتذر لك واقول لك يا ريت ترجع تشتغل معانا، اصل بصراحه وحشنا الشغل معاك. هتوافقوا على شروطي؟ كل اللي انت هتقول عليه هيتنفذ. حس كده يلا بينا. يلا. طب ومستقبلي؟ يا خساره يا خساره يا دوله، ده انا كان بيني وبين المجد خطوه واحده. عايز توصل للمجد يا رمزي؟ اه يا دوله. يا سلام حبيبي يا رمزي، ده انت ابن عمي، انا اللي هوصلك للمجد. ايه ده يا دوله؟ ازاي يا دوله؟ تعالى لي.